السلام عليكم، يسعد صباحكم جميعا، يعطيكم العافية. المرة الماضية انتهينا عن موضوع Flow Measurement و Flow Control التي تستخدم في كثير من الابليكيشن such as Ver and Notch and SliceGate. أوكي؟ الآن بدنا نحكي عن تطبيقات تكملة للمعادلة اللي درسناهم، ونحكي عن موضوع مهم جدا ألا وهو المومنتم. كيف يمكن للموائع أن تنتج مومنتم، وكيف يؤثر تغيير المومنتم على الموائع بشكل عام، أو ما هو نتائج تغيير المومنتم في الموائع؟ كلنا نعرف إنه العمليات التي يعني كثير من العمليات تتم باستخدام القص، العمليات الإنتاجية مثل قص الحديد باستخدام الماء. وهاي يعني إشي لما تحكي لواحد مش مطلع كتير على العلم بالهندسة أو بالفلويد بحكي لك هذا الشيء مستحيل، كيف بدك تقص الماء، تقص الحديد أو المعادن بالماء؟ ولكن بسبب وجود هاي فيلوسيتي، مش هاي فيلوسيتي يعني إشي اكستريملي هاي فيلوسيتي، فيلوسيتي بقيمة عالية جداً، ممكن أن تنتج عنها إيش؟ طبعاً بعض الطلاب بيقول لك ما لا، الضغط هو اللي بيصير زي ما حكينا لكم المرة الماضية. في عندي أنا هاي بريشر، عندما يخرج من النزل يتحول إلى زيرو بريشر. هذا الزيرو بريشر كل الإنرجي اللي كانت إنرجي فلو وين تحولت ل very high velocity. فهي الهاي velocity تعمل إمباكت على هذا الحديد، يقوم بقطع الأجزاء للحديد أو المعادن. فبالتالي هاي الكلاسيكال واي لقطع المعادن أو الحديد باستخدام السوائل المضغوطة. تمام؟ الآن احنا خدنا من قبل موضوع شو؟ خدنا من قبل معادلة رينولد ترانسبورت ثيرم. رينولد ترانسبورت ثيرم شفنا إنها ضرورية ومهمة في موضوع إيجاد الإنرجي، حفظ الطاقة، إيجاد حفظ المادة. فبالتالي عنا هنا بلشنا نحكي عن إيش جديد ألا وهو المومنتم. طبعاً المومنتم أنتوا صيغتها ماخدينها من أيام المدرسة اللي هو الزخم. وهناك عنا نوعين من المومنتم كما تعرفوا، الزخم الخطي والزخم الزاوي. وهدول نوعين درستوهم أيضاً بالديناميكا، درستوهم بالتفصيل أكثر بموضوع الديناميكا. شفنا كيف تغير السرعة في الجسم معين يمكن أن ينتج عنه قوة أو إمباكت، يا أما خطي إمبلس بالمعنى الأمريكاني تنتج عنه إمبلس، يا أما خطي يا أما إيش، يا أما دوراني. فبشكل عام anybody has a mass moving at velocity u، هذا كان بالريجيد بادي أو بالسوليد، كان ماس وبيتحرك بسرعة معينة، has a linear momentum to be as mu، اللينير مومنتم الماس مضروبة في السرعة. هذا بإيش؟ بالموضوع اللي إحنا بنعرفه من زمان في الصوليد. From Newton second law of motion the rate of change of momentum equals the force exerted on the body. إحنا بنعرف إنه من قانون نيوتن، هذا شابتر 18 بالديناميكا درسته، شو كان بيحكي؟ F بتساوي، إحنا ليش المهم جبناه بالأصل؟ جبناه من المعادلة اللي بتحكي F بتساوي MA، وإحنا عرفنا إنه F بتساوي M DU على DT. تمام؟ فبالتالي هنا ممكن أنا أدخل الماس، ليش؟ لأن الماس بنعرف إنه constant، فبالتالي لا تتغير مع الزمن، فأنا بصير عندي F بتساوي DU على DT للمومنتم. إذن التغير في المومنتم ينتج عنه فورس، هيك بالمعنى العام، المعنى الفيزيائي. إذا بتغير المومنتم في سيستم معين، يا أما تكسب فورس يا أما تبذل فورس. تمام؟ فهذا شيء متوقع. أوكي؟ مثلا إذا بتذكروا في حالات التصادمات، تصادمات الأجسام، مثلا جسم جاي عليك بسرعة عالية، أنت منشان تغير المومنتم بتاعته مع سرعة عالية طبعا، تمام، ومع ماس، فبالتالي مشان تغير المومنتم لازم يكون عندك فورس. تمام؟
هاي الفورس بقدرها هي التغير في المومنتم مع الزمن، تمام؟ فهذا اللي احنا كنا نعرفه من زمان. فالآن بشكل عام المومنتم تساوي أميو. هاي المومنتم سميناها لينير مومنتم. ليش لينير مومنتم؟ المومنتم الخطية، الزخم الخطي، لأن السرعة، لأنه لا ينتج عنها أي شيء دوراني، فقط خطي، تمام؟ فقط خطي، لا ينتج عنها أي شيء دوراني. دكتور بس الصوت قاعد بيقطع. Is action to move it stupid. موضوع سكيلر، كل الموضوع اللي كنا نحكي فيه سكيلر. ليش؟ لأنه energy وماس. أما اليوم بدنا نحكي عن فيكتور، لأنه بلش فيها فورس وبلش فيها سرعة مختلفة. فبالتالي هون يا شباب عندي الفورس ضرورية إن تكون، أو يعني إلها 3 direction. فأنا ممكن تكون معاي سرعة في الواي في الإكس نفس الشيء، والزيت والفورس نفس الشيء. أوكي، إذا أنا عندي النيو فاريبل الجديد في رينولد ترانسبورت ثيرم، إذا بتتذكروها، هو بي بتساوي أم يو. هاي كمان مرة لينير مومنتم. لينير مومنتم بالمناسبة الرمز ال بتساوي أم يو، تمام؟ فالآن عندي الأم يو بدي أعوضها في رينولد ترانسبورت ثيرم بكبير. كانت بيايتها دي أم يو على دي تي للسيستم بدها تساوي هي الساميشن فورس. وين جبتها؟ من قانون نيوتن الثاني، هي لسه فوقها. طبعا كمان مره ليش انا عملت ساميشن؟ لانه ممكن انا تكون عندي اكثر من قوه تؤثر على الجسم، تمام؟ يعني مثلا هذا الجسم اللي انت بدك توقفه ممكن يكون ايضا عليه فريكشن، فبالتالي انت القوه منك زائد الفريكشن بدها تعمل تغيير للمومنتم، تمام؟ اذا بتتذكروا هاي المعادله اخذتوها اللي هو change in momentum. Impulse equal change in momentum. Right? هاي الإمبلس كانت change in momentum. هلا الإمبلس شو كانت؟ يعني في هون شوي صغير اختلاف. تمام؟ شايفين هون الفورس بدها تساوي ايش؟ دي تي ام يو تي. لا، هناك شو كانت؟ التغير في المومنتم بدون الفورس، بدون شو بدي يساوي؟ انتجرال اف دي تي. وهي شو كنا نحكي لها؟ دير بالكم هناك سوليد، هون فلويد. هذيك شو كنا نحكي لها؟ كنا نحكي لها ايش شباب؟ شو هي اف دي يو تي؟ دي تي التغير مع الزمن، تغير القوه مع الزمن، نعمل انتجريشن. شو هو؟ او الانتجريشن للقوه مع الزمن. امبلس، تذكروها الامبلس، هذا كان الامبلس. فبالتالي هون احنا شو بدنا نعمل؟ لا، بدنا نخلي الدي تي هون ونحكي انه الفورس سميشن الفورس بدي يساوي دي ام يو على دي تي، تمام؟ هذا الفكر الجديد اللي موجود عندي بالفلويد. طيب خلينا نكمل المعادله. هذه كانت يعني جبناها من معادله نيوتن، بس هي بالاصل انه هاي مش موجوده، هيك تكون بيساوي ايش؟ التغير في المومنتم within the control volume. كيف المومنتم بتتغير within the control volume، تمام؟ والشيء الآخر التغير في المومنتم بسبب وين؟ من داخل، مش من داخل، من خلال السيرفس. فإحنا زي ما تذكروا كانت energy in energy out، mass in mass out. هلا بدي يصير أم يو إن أم يو أوت، تمام؟ هي بدها تصير exactly أم دوت يو إن أم دوت يو أوت. فبالتالي هذا بيمثل نفس الفكرة، نفس اللي احنا الجسم اللي كان موجود عندنا التانك، في مي جاي هيك ومي جاي هيك ومي مخارج هيك. فبالتالي كل داخل لهذا التانك مع ايش؟ مع مومنتم. هاي مومنتم واحد، او احنا رمزناها بالرمز ال، عفوا، مومنتم واحد، مومنتم اثنين، مومنتم ثلاثة. فبالتالي هون ايش؟ مع مومنتم، كل جزئية معها مومنتم، أو كل مدخل معها مومنتم. طيب شو بدك تحكي هون؟ نطبق على القانون،
انه التغير في المومنتم من خلال الجدران او من خلال السيرفيس زائد التغير في المومنتم within the control volume، تغير في المومنتم الداخلي، هلا بنشوفها شو بتساوي، بدي يساوي التغير في المومنتم مع الزمن. التغير في المومنتم مع الزمن ينتج عندي شيء بسميه summation force. يعني بالمعنى العام اذا انا جاني سيستم زي هذا التنك، التنك الموجود عندنا تمام، هذا التنك الموجود عندك في البيت اوكي، له مداخل ومخارج. لو اجت مدخل من احد المداخل في قوه عاليه جدا، شو ممكن تعمل؟ او مش قوه، عفوا، فلوريت عالي جدا، شو ممكن يعمل؟ ممكن يقلب لك التنك. هاي احنا راح ندخل على موضوع اللينير، مش اللينير، الانجولر مومنتم، بس ممكن انه يدفع لك اياها. مين يعطينا تطبيقات على شيء زي هيك؟ انه انا عندي جت قوي ماء ممكن يدفع لي جسم. جربها في البيت عندك، اذا عندك في بربيش ميه تمام، عندك اجلك الله سطل يعني دلو في الحديقه، ولا حطه على الارض ولا على حط على البلاط عشان يكون لي قل، بتحولها كمان معناها، ومتاكد انه اخذتها بالديناميكا. فبالتالي اذا سلطت عليه، جبت الجد تاع الماء وسلطته على هذا السطل، شو راح يعمل؟ راح يعمل له موفمنت. ليش؟ لانه اجى عندي زخم عالي تمام بسبب سرعه الماء. انت بتسوي يعني هذا بالمعنى العام كله بسبب سرعه الماء تمام. فهذا اللي exactly أو this is what usually happening. Right؟ هذا أسهل شيء. الشيء الآخر اللي هو أنت جيب مروحة صغيرة اللي كنت تلعب فيها، هاي معنا angular momentum، بس هي على هذا المبدأ، المروحة الصغيرة اللي كنت هذه تلعب فيها وأنت صغير، ونفخ عليها، أو حتى مروحة الكبيرة، يعني طال مروحة الكمبيوتر ونفخ عليها، شو بتصير؟ بتلف. طب شو اللي صار؟ تغيرت المومنتم، تغيرت المومنتم، الجسم ساكن، انت اثرت بجزيئات من عندك معها سرعه عاليه مع ماس لها كتله، صار مومنتم، كانت المومنتم قبل مختلفه، هلا صار تغير بالمومنتم، فبالتالي اثرت عليها بفورس اللي هي راح تكون هاي روتيشنال فورس اللي راح تعمل روتيشن تمام. هذا موضوع الانجولر مومنتم. فالانجولر مومنتم واللينير مومنتم مهمات جدا تمام، وتطبيقاتهم ايش تتضمن ايضا تطبيقات برنولي كويشن. فمشان هيك ضروري جدا نفهم هذه الفيزيكس بيهايند ذيس تيرمز. اوكي، حكينا عن اللينير مومنتم ممكن تكون متغيره، كيف متغيره؟ او عفوا ديفرنت دايركشن، يعني انت بربيش المي، جيب بربيش مي من الشمال، جيب بربيش مي من ايش؟ من الجنوب تمام. فبالتالي شو راح يصير عندك هون؟ راح يصير عندك اختلاف، او من الغرب والشرق، فبالتالي عندك هون different types or different direction. فمنشان هيك احنا المومنتم نربطها بالدايركشن which is exactly related to the force. فبالتالي احنا شفنا معادله بالديناميكا انه التغير في المومنتم ممكن يكون مومنتم باكس، مومنتم بواي، مومنتم بزد. فبالتالي هون عندي انا بستخدم الفيكتورز. طب ليش انا حطيت summation force؟ لانه مثلا انا عندي، افرض انك انت اذا عندكم شفتوها بعرفش هذه عندكم نافوره زي هيك اوكي، نافوره مي، حط لك طابه يعني لها وزن، بديش يعني تكون، بديش تكون يعني زي بالونه، طابه لها وزن، شو اللي بصير شباب بالعاده؟ انه هون عندي انا ايش في؟ تاثير المومنتم اللي هو المومنتم عندي، تغير المومنتم، وفي عندي الويت اوكي، وفي عندي كمان ممكن يكون عندي كمان البوينسي فورس او دراج فورس. فبالتالي هون انا بدي اعمل ضروري سميشن فورس، هذا راح نشوفه لاحقا. فالسميشن فورس يعني مش فقط القوه اللي ناتجه عن المومنتم، في عندي كمان قوه اخرى ناتجه مثلا من الرياكشن، ناتجه من الويت، ناتجه من البوينسي، ناتجه من الدراج، ناتجة من قوة التنشن، رابطينه بخيط أو شيء زي هيك. فبالتالي هذا اللي قصته بالسميشن فورس. فهذا لا يعني، يعني تصير، لا يعني أنه فقط قوة واحدة، تصير سميشن فورس بإكس بدها تساوي التغير في المومنتم بإكس،
ماينس يعني تغير في المومنتم بإكس، هذا شيء هيك رايت. طبعا هي على الزمن. اوكي هذا اللي احنا بسيطه. والشيء الاخر اذا بتتذكروا يو ار، هاي كانت الريلاتيف فيلوسيتي. ليش هون راح نستخدمها كثير يا شباب؟ لانه هون عندنا راح يصير حركه، تمام؟ راح يصير يعني انت تحط الجت او تسلط الجت على فلو معين، على جسم معين بتحرك، بس اذا بعد عن الجت خلاص ببطل يتحرك. اذا انا هون شو باخذ؟ عمالي باخذ ريلاتيف فيلوسيتي. فديروا بالكم هون الريلاتيف فيلوسيتي مهمه جدا بالاجسام اللي بتتحرك. اكزامبل ثاني على الاجسام اللي بتتحرك هو السفينه، او مش السفينه بالضبط، الجت، الجت سكير اللي هو اللي بيستخدموه في اليخوت او البواخر. اليخوت عفوا مش البواخر. تفضل يا محمد. دكتور يسعد صباحك. هلا الان هون كمان نعتبرها واحد صح؟ انا نعم هو اصلا هسه رح هذا الجينا عندي جسم زي هيك، اذا اثرت عليه بقوه هيك راح اخذ معك كوساين والساين، فبالتالي انا راح احللها لقوتين عفوا 2 فلسطين. فمشان هيك لازم تكون النورمال عليها. فهذه مثلا القوه اذا كانت زي هيك ما بتاثر على مين؟ على الاكس فقط، بتاثر على الواي. عفوا فقط بتاثر مين؟ بتاثر على الاكس يو اكس، بس هاي بتاثر على الواي، تمام؟ فدير بالنا هاي معنى ديد اند. يعني احنا هاي دوت ان احنا راح اوريدي نفهم الموضوع، يعني بنبطل نستخدمها. ليش؟ لانه اوريدي ان اور مايند ذات وي اندرستاند ات ماست بي ايش بيربنديكولار تو ذات. اوكي اوف كورس بيربنديكولار تو اريا مينز بيربنديكولار تو اريا بارلل تو مين؟ تو النورم اريا، النورم تاع الاريا بارلل للنورم تاع الاريا. تفضل دكتور. هلا هي الان هي النورمال تاعت الاريا، والسرعه بدها تيجي كمان نفس الشيء عشان تعمل زاويه صفر عشان تطلع واحد صح؟ 100%. انا هلا بحكي النورم تاع مين؟ تاع الاريا. النورم تاع الاريا بالعاده بيكون عمودي عليها. طيب تمام تمام يسلم ايدك دكتور. الان احنا درسنا من قبل انه الماس فلو ريت بيساوي يو اريا في رو. طيب احنا شفنا الترم الموجود هون، خلينا نرجع للترم الموجود هون. قلت لي هذا الترم رو يو مضروبه في يو ار دوت ان. هذا الترم الموجود هون تمام يمثل لي شيء جديد اللي هو بسميه مومنتم فلكس. اذا انا بشيل هاي، لو بشيل واحده من هاي شو بصير؟ رو يو دوت ان في الدي اريا. شو اسمه هذا شباب؟ ماس فلكس. هذا اسمه ماس فلكس. ام دوت ام دوت ام صغيره، دير بالك ام صغيره دوت. ماس فلوريت التدفق الكتلي. ولكن لما انا باجي بضربه بيو شو بصير عندي؟ ايش بسميه؟ مومنتم فلكس او مومنتم فلوريت. هلا الماس فلوريت ام دوت بسموه ماس فلكس ايضا، هون بدنا نسميه مومنتم فلكس. فهذا المومنتم فلكس شفنا، نرجع للمعادله وراء اللي كنا نحكي فيها المومنتم فلكس. شوف لي هون احنا زمان كنا هاي التيرم اللي هون اللي هو بالاحمر ما زال، كنا نحكي انه ماس فلوريت ان ماينس ماس فلوريت اوت، او العكس ماس فلوريت اوت ماينس ماس فلوريت ان. هلا شو بدنا نصير نحكي؟ مومنتم فلكس ان او مومنتم فلكس اوت ماينس مومنتم فلكس ان. هاي اكثر شيء بتفهمها بالتنك تاع المي. كمان مره التنك تاع المي في مي داخله هون في معاها مومنتم. شو نوع المومنتم؟ بسميها مومنتم فلكس. ليش مومنتم فلكس؟ لانها متغيره مع الزمن. متغيره مع مين؟ مع الزمن. طب وين اجت بالضبط؟ هذا التيرم خليني احذف هون، طلع لي هون الموجود عندك. انا بعرف انه التغير الماس عفوا، انا هون بدي اعرف انه شيء جديد عندي. طب لما ادخل هذا على الترم الموجود عندي شو بصير؟ بصير لو حكيت دي ام على دي تي اللي هو هون مش تغير كلي،
تغير الماس بسميه ماس فلوريت مضروب في اليو، شو بيعطيني؟ الماس فلوريت مضروب في اليو بيعطيني إشي بسميه مومنتم، أوكي؟ مومنتم فلكس. كمان مرة اللي هو هذا التيرم مومنتم فلكس، يعني إذا أنا بشيل اليو اللي هون في هذا التيرم هذا بيكون ماس فلوريت، اضرب لي إياه في التيرم يو بسميه ماس فلكس، إيه عفوا مومنتم فلكس، شو بسميه؟ مومنتم فلكس، تدفق الزخمي، هيك بسميه التدفق الزخمي باللغة العربية. طيب تدفق الزخم في شو بنتج عندي؟ ايش بسميه؟ ام كابيتال دوت، في احيانا بيكون ان واحيانا بيكون اوت، رايت؟ فالان مومنتم فلكس بيساوي هذا التيرم، because of the dot product the result will be negative for inlet momentum، نفس الفكره inlet بيكون نيجاتيف واوتلت بده يكون بوزيتيف، اللي هو لسه قبل شوي كان يحكي فيه محمد، بحيث النورم والزاويه مع النورم. ليش؟ لان الزاويه مع النورم في الانلت 180، الزاويه بالنورم مع الاكزيت كم الزاويه بتكون هون؟ صفر، فبالتالي بيحكي من عندي بوزيتيف. Therefore for one dimension flow with a uniform density and velocity m dot بدها تساوي u مضروب في رو في اريا في يو، اذا بدها تساوي رو اريا في يو، هذا بسميه مومنتم فلكس، وير ام دوت از ماس فلكس. ليش حطيت اي هون؟ يعني انه متنوعه، ممكن يكون عندي اكثر من مدخل، هذا راح نشوفه في اسئله كثيره، ممكن يكون عندي اكثر من مدخل، اوكي؟ هذا راح يكون عندي الشيء التقليدي باكثر من مدخل انا ممكن اشتغل. راي شباب؟ حد عنده اي استفسار عن الموضوع هذا قبل ما ننتقل للسكشن بعديه او النقاط بعديها؟ كمان مره هذا بنسميه مومنتم فلكس، لو بيساوي الماس فلكس مضروبه في مين؟ في السرعه. فخلينا نرتب المعادله اللي كانت كبيره هناك. If the control volume has a number of one dimension، احنا بنعتبر انه اكثر من دايمنشن، فبالتالي اذا كانت اكثر من دايمنشن بدها تكون summation force x بدها تساوي هاي ام يو اكس. ليش حكينا؟ احيانا الجسم بيكون معاه سرعه او الفلوريد بيكون معاه سرعات بالاكس والواي، تمام؟ مش شرط يكون فقط بالاكس. كيف؟ زي هذا، هاي التانك كمان مره، هاي فلوريد هيك جاي، هيك فلوريد جاي، فبالتالي هون عندي اكثر من نوع من الفلوريد. Hence the above equation states that the net vector force on the fixed control volume equals the rate of change of vector momentum within the momentum شو مالها vector within the control volume plus، يعني هون عم بترجم لك اياها فيزيائيا، بحكي لك مجموع القوى على هذا اي سيستم بتساوي التغير في المومنتم flux volume في داخل within the control volume plus the vector sum of outlet momentum flux minus the vector sum of inlet flux. Okay? Inlet momentum flux doesn't work. If the rate change in the of the vector momentum within the control volume equals zero. ليش؟ ما في تغير بالمومنتم within the same control volume. And there is no forces affecting the system. Hence, the simple equation is given as force equal m u out minus m u in. اوكي؟ هذا بالضبط اللي بصير عندي لتبسيط المعادله. اذا بسطنا المعادله واصبحت بالشكل اللي امامكم، اللي هي بنحكي لها مومنتم فلكس ان او اوت ماينس مومنتم فلكس ان. رايت؟ فهذا النوع اللي احنا راح ندرسه بشكل تفصيلي ونطبقه على اكثر من كيس. ليش عندنا احنا كيسز؟ حاليا الكيسز هاي مش للحفظ. اوكي؟ يعني راح ناخذ حاليا different cases، وللاسف اللي بصير الطلاب يحفظوهم
حفظ، وهذا غلط، لأنه أنا ممكن أغير بالكيس بشيء معين، ممكن أغير الإكس بالكيس أوكي، أو أقلب الجسم أو أعلفه هيك، فبالتالي يجب تفهم الموضوع. كيف بدنا نشتغل بالميثودولوجي لحساب أو لتحليل الريت أو تحليل السيستم في فلو ريت وبنتج عنه مومنتم؟ فأولا رح نبدأ باللينير مومنتم، الأنجلو مومنتم إحنا رح نشرحه إن شاء الله، ورح يكون آخر موضوع معانا، يعني إنه مش رح يدخل معانا بالميدتيرم إن شاء الله. اللينير مومنتم رح يدخل، بس الأنجلو مومنتم ما رح يدخل معانا بالميدتيرم. If the density is constant، خليني نرجع للمعادلة هون، شوف التغير هون. إذا كانت الدنسيتي بتساوي is constant يعني incompressible flow، ومعظم المواعي اللي رح ندرسها incompressible flow. There is a number of scenarios، إذا بتصير المعادلة عندي F بتساوي M dot U out minus U in، هذا كمان مرة one dimension one inlet one exit، لأنه احتمال كبير يكون عندي two inlet two exit، فبالتالي أو one هون بكون عندي مثلا one inlet أوكي. هلا بفرجيكم كيف يعني، يعني هل عندي انا التانك ممكن يكون عندي 2 اكزيت 1 انلت، تمام، مدخل واحد و2 اوتلت، اورايت. هون ما بقدر اطلع عامل مشترك، ليه؟ لانه عندي ماس فلو ريت هون مختلفه عن ماس فلو ريت هون، يعني هون 2 وهي 3، وهذا الحكي شفناه انه ام دوت 1 بتساوي ام دوت 2 زائد ام دوت 3، بس هذا لا يعني انه 3 و2 بيساوي بعض، ولا يعني انه ام 3 بتساوي 1 ولا ام 2 بتساوي 1، فبالتالي هذه المعادله فقط، مشان هيك بقول لك ما تحفظش، معادله فقط لمين؟ للسنجل دايمنشن 1 انلت 1 فلو اوت 1 اوتلت. فبالتالي شو المعادله اللي انا اللي بدي افهمها؟ بدي افهم المعادله الاصليه، هذه معادله كامله، تمام، هاي المعادله اوكي. ريح حالك، معظم الاحيان هذا التيرم بيكون صفر لانه ما في تغير بالمومنتم within the control volume، تمام اوكي. يعني حتى هذا it does not necessary to understand or to calculate it، فبالتالي هذا دائما صفر. فشو بصير عندي؟ summation momentum بدي يساوي summation force بدي يساوي التغير في المومنتم من الاوتلت ناقص التغير في المومنتم من الانلت اوكي، أو تجمع مجموع التغير. الآن مشان إحنا ندرس هذا الموضوع، في عنا عدة أبليكيشن عليه أو عدة سيناريوز موجودة بالريال لايف. فالآن بدنا نحكي عن المي أو الفلويد خارج من البايب، شو بدنا نسميه؟ جيت، ومعه إيش؟ طبعا مع سرعة ومع ماس فلو ريت. إذا هذا السيستم إذا مع ام دوت ويو بسميه جت. عشان هيك تذكروا كمان شوي أو كمان محاضرة ومحاضرتين، كمان محاضرتين رح نيجي إيش على اسمه جت انجن، اللي هو مبدأها معتمد على المومنتم أوكي، اللي هو جت انجن تاعت مين؟ الطيارات. وفي جت سكاي عفوا، اللي هو إيش؟ تاع مين؟ ركوب الأمواج، اللي هو اليخوت تاعت ركوب الأمواج اللي بيكون زي الفيسبا وزي الدراجة أوكي؟ تمام، خلينا نشوف الديفرنت سيناريوز الموجودة بالريال لايف. أول واحدة سيناريو عندي جت سترايكينج أ فيكست سيرفيس، عندك أنت مثلا قطعة خشب مثبتة أو باب مثبت بتأثر عليه إيش؟ بجت أوكي؟ تمام؟ فهذا أول نوع جت سترايكينج ا فيكس سيرفيس، الجسم ما بيتحرك والجت ثابت، تمام، يعني كانك انت جايب هيك ومسلط عليه بربيش مع العام او جت. النوع الثاني، النوع الثاني هذا ات انجل، ات انجل عفوا، ات ان انجل تو ذا جت اوكي. في عندي طريقتين، في عندي واحده بتكون انجل الجت جاي بانجل، انت مسلط البربيش المي بس بزاويه، هون راح يعمل لك اختلاف. الطريقه الثالثه انه الجسم يكون زي هيك منحني او مع زاويه وانت مسلط بكيرف عليه مثلا هيك، بجت مية يكون زي هيك، تمام. هذا تطبيقات اكثر له بين اللي هو
التوربينات المائية، الهايدرو تربين. آخر شيء طبعاً هاي 3 cases رح ندرسها و 3 scenarios. الآن أول شيء fixed، إن بدنا النوع الثاني مش fixed شو يكون؟ moving. فبالتالي رح تكون both case normal and fixed. Jet is moving, jet striking a moving surface. فبتكون عندك jet move, striking a moving surface، هذا بتحرك بسرعة V أو UR، والجت هذا مع U M. فهذا هون بصير عندي طريقة أخرى. هذا أكثر على مبدأ مين؟ لما بجمعه مع الكيرف بلين شو بيكون؟ على مبدأ التيرباين، ولكن بنتج عندي أنجولار فورس. رح نشوف لاحقا كيف بدنا نحسبها. نوع أخير ومهم جدا وهو أكثر تطبيقا ودائما يعني في مشاكل، اللي هو البند بايب. البند بايب بالضبط جايك أنت ماسورة مي هيك. بس دكتور الكيرف دي بلين كيف هو؟ كيرف دي بلين بيكون هيك. انت تجيب صلت مي على صدر مقعر ولا شيء معين هيك، راح تشوف قوه مختلفه جدا. تمام عن الصدر هيك مثلا، تمام، او بيكون مثلا هيك. اوكي، هاي كل انواع راح تدرسوها، راح ندرسها وراح تعملوا لها تجارب ان شاء الله بالمختبر. رح تجيب جت مي، بربيش مية طالع منه نزل. طبعا ليش النزل كمان مرة شباب؟ مشان نسرع زيد سرعة. مثلا بضرب بليت زي هيك، أو بضرب بليت زي هيك، أو بضرب بليت زي هيك، أو إحنا لو في عنا هذا بحاول أصنعه إنه يكون يضرب بليت بهاي الطريقة. شو بيصير؟ أوكي؟ يعني عكسية. فهاي كل واحدة لهم معنى وراح نشوفها ستيب باي ستيب. فأول شيء بدنا نبدأ بالإشي البسيط، بس مشان أوضح البايب بند، مثلا بتكون عندك ماسورة جاية، ماسورة مي، هي العمارة وهي ماسورة مي، جاي وين؟ بهذه الطريقة. شو هون في عندك كوع؟ طلع هيك. تمام؟ هاي الماسورة إذا ما تثبتت مزبوط رح تعمل عندك رياكشن بسبب التغير في المومنتم. شو اللي صار؟ كانت السرعة ماشي، الفلو ماشي بإكس، فجأة عمل تغيير وصار ماشي بواي. هون رح يعمل نوع من الفورس، تمام؟ هذا بسميه بايب بنت، ورح ينتج عندي فورس على الجسم، رح يعمل رياكشن عالي. أوكي؟ أو أحياناً بديش أنا أعمله، بدي أحفر، بتجيب بربيش زي هيك، بتجيب له مش زاوية 90، زاوية 45 أو زاوية 135. أوكي؟ فبالتالي هاي الأنواع اللي ممكن تمر معانا، أنواع والبايبس. أو أحياناً بايب بتكون شعب إلى شعبتين، عمركم شفتوا هاي الأنابيب؟ يكون زي هيك انبوب له شعبتين، او انبوب جايز بشكل واي، يعني مخرج منه. هاي كلها بتعمل ايش عندي؟ تغير في المومنتم، بتعمل رياكشن فورس عالي. How to start our analysis? First of all, you have to make control volume or to create control volume or to draw control. كيف عملت البوليو؟ كل شيء كانت
اوكي هذا راح نشوفه وين بالمعادلات او عفوا بالابلكيشن القادمه انه يكون عندي متغير مع الزمن. يعني موفينج متغير مع الزمن يعني موفينج له سرعه وله حركه. خلينا نكمل هون. اول شيء بدك تحدد الدايركشن اكسس تحط اكس واي. اذا مش محدد معك بالريال يعني اذا انت عندك واحد زي هيك جد جاي بهاي الطريقه جاي بايب هون ايش بدك تعمل هون؟ بدك تحدد الاكسس هاي اكس هاي واي تشتغل عليهم. ليش؟ لان هون الفيكتور مهمه جدا. ثم تحدد السرعات باكس واي تحكي هاي السرعه تحكي هاي السرعة بإكس وهاي السرعة بواي وتحللهم. الآن بدك أول شيء قبل ما تعمل يعني أنا بحكي لكم عن مش بس اللي بخبرهم لازم تعمل أناليسيز للماس. كيف؟ ماس فلوريت كونتينيوتي إكويشن. إذا شيء مش واضح معاك تطبق عليه معادلة برنولي أي شيء. هاي جنرال يعني قبل ما تروح المومنتم لازم تحل الماس إكويشن اللي هو كونتينيوتي ثم الإنرجي إكويشن اللي هي إيش؟ برنولي. فبالتالي لازم انت تتاكد انه كل شيء وجدته بعدين تروح عليه. In the its simplest form it will be always cut a flow direction 90 degree. قبل شوي لما رسمت لكم الكنترول فوليوم لازم يحاول الكنترول فوليوم يقطع الاريا سكشن بكم بزاويه انه مثلا يكون باب زي هيك. هذا الكنترول فوليوم شايفين ما احسن؟ هذا الكنترول فوليوم يكون. بس لو اخذت كنترول فوليوم بهاي الطريقه هات ايش راح تضطر تحلل وتعمل كنترول فوليوم جديد وزاويه مع الكنترول فوليوم مش زي. فبالتالي خلي الكنترول فوليوم مش شرط يكون مربع ممكن يكون الفوليوم اي شيء باي طريقه معينه. ثم توجد ايش الماس فلوريت عند كل نقطه وبعديها بتصير تطبق المعادلات هاي مره باكس وهاي مره باي. اوكي this is the easiest way to calculate. في حدا عنده استفسار على الميثودولوجي او الاناليسيز اللي راح نعمله احنا؟ احنا نمشي ستيب بستيب until we get to the final point. خلينا ناخذ اول سيناريو واول حاله. كمان مره معادلاتها مش للحفظ لازم تفهم السيستم او البروبليم بعديها تشتق معادلاتها. هاي بتشبه مين؟ بتشبه مين؟ عندك لوح او قطعه خشبيه مثبته تمام وانت جايب جيت ووتر ومع سرعه. طبعا هاي الشغلات اللي هون هي ايماجينري. انت جوز ضلك قارب لعند هون هاي البايب وهيك وهذا بايب شماله خارج منه فلويد زي هيك. الان لما يصطدم بهذه الطريقه بما انه ما في مخرج بالاكس راح يتحول للواي. هذا اللي بتشوف بصير طرطشه مضبوط. اوكي شو اللي صار عندي اذا؟ صار عندي change its direction. Why? There is no way to go inside x. ما في مجال يروح على x. فبالتالي هذه الطريقه. الان بدنا ناخذ control volume. اخذت control volume بالشكل اللي امامك. اوكي هذا الكنترول فوليوم imaginary له مدخل واحد وله اكثر من مخرج. انا اذا بدي اخذه بال 3D ممكن هيك هاي المية تكون يعني 3 دي خارجة هيك تمام هاي 3 دي خارجة هيك. بالتالي أنا بدي أخذ بلين 2 دي. إذا أخذته 2 دي أنا ببين عندي إنه شيء خارجة فوق وشيء خارجة تحت. طيب الآن عندي روح على إكس دايركشن. بدنا نروح على إكس دايركشن نطبق المعادلة بالإكس دايركشن. طبعا هون معاه ام دوت عفوا ام دو بتساوي رو يو في اريا.
اوكي المدخل عندي هو واحد، المخرج هل يوجد سرعة باتجاه و x بالمخرج؟ لا أي دكتور المخرج سفر. هون في سرعة بال x؟ لا ما في سرعة بال x. فيو يو اكس 2 او بنسميها يو اكس اوت بدها تساوي صفر، يو اكس ان بدها تساوي كم؟ يو. طيب بنقدر نطبق المعادله. الان السيستم هذا راح ينتج عندي لما المي تضرب عليه راح يعمل رياكشن زي هيك عكسيه، فبقدر اسميها اف اكس بدها تساوي، في قوه ثانيه ممكن تكون مثل عليه بالاكس دايركشن، بالسمبلست فورم اللي موجود عندي ما في شيء، فبحكي اف اكس بدها تساوي ام دوت يو اكس اوت ماينس خلينا نشوف شو في مخارج بالاكس دايركشن. دير بالك اكس دايركشن شو في مخارج بالاكس دايركشن على هذا السيستم؟ زيرو ما في ماينس. شو في مداخل على الاكس دايركشن؟ في عندي الماس فلور اي واحد في يو 1، في شيء غيرهم؟ لا لا فيش غير المدخل واحد. اذا اف اكس شو بتساوي؟ ماينس ايش؟ طلع لي هنا ماس فلور اكس وين؟ هنا هي نيجاتيف، طلع لي انا حسب الاكس والواي اللي اخذتهم، هنا اكس بوزيتيف هاي نيجاتيف، فبالتالي هون شو راح يعمل عندي؟ اف اكس بدها تساوي رو يو في اريا مضروبه في يو، شو بدها تصير؟ رو اريا يو سكوير. طيب بدي هون تفهم نقطة واحدة وضرورية جدا لأنه راح يخربش الطلاب فيها. الآن الجد خارج منه فلو، في قوة على هذا الجد أو قوة ناشئة من هذا الجد، شو مقدارها؟ ماينس رو يو اريا سكوير، عفوا اريا يو سكوير. امسك بربيش المي، هل بتشوف القوه بتسحبك لقدام ولا بترجعك لورا؟ بترجعك لورا دكتور. شو معنى هذا الحكي؟ رياكشن. تمام رياكشن تمام تمام. الان الفورس اللي جاي من الجت على البلاك هاد او على البوكس او على الوول كيف بيكون دايركشن تاعها؟ بيكون هيك. طب انا اذا بدي اوجد الرياكشن لازم رياكشن يكون هيك عكسي. تمام هاي فهمها اكشن اند رياكشن. كمان مره ضروري جدا تتذكرها لما تحمل بربيش المي، مش بربيش عادي يعني بربيش قوي يكون فلوريت عالي زي ربيش الاطفاء مثلا، هذه اهم اكزامبل. بربيش الاطفاء بتشوف اثنين احيانا ماسكين بربيش، ليه؟ مش لانه وزنه ثقيل، لا لانه في عنده رياكشن عالي. من وين جاي؟ من التغير في المومنتم. تخيل هون رو اريا يو سكوير، هاي لحاله وحده فقط وسبيشال كيس اللي انت ماسك جد نورمال على مين؟ على اريا معينه بس، غير هيك غلط. تستخدم هذا باي طريقه اخرى باي ابلكيشن اخر غلط القانون هذا. فبالتالي من وين جبتها؟ من المعادله الاصليه اللي هي اذا بدي اسميها بهذه الطريقه. تمام؟ او حتى مش هون، الطريقه الاسهل انك تطبقها من هاي المعادله الاولى. او هاي المعادله. هاي اسهل واحده. بس هاي مره بدك تطبقها اكس، مره واي، مره جد. الان عندنا احنا بالاكس واضحه. في حدا عنده أي استفسار كيف طلعت بالإكس هيك؟ الآن القوة المؤثرة على البليت ماينس اف اكس اللي هي بدها تكون اتجاه هيك رو يو رو سكوير رو اريا يو سكوير. تمام؟ طب خلينا نشوف بالواي دايركشن. بالواي دايركشن زي ما حكيت لكم رح تيجي بالضبط هي البقعه هون ضربه هون. شو بصير عندي شباب بالواي دايركشن؟ بكون دكتور فش ان بس اوت.
وبلغوا ان يبقى واحد عفوا يلقى نعم فيش ان كله اوت بس شيء اخر محصله بلغوا صفر بعض كمان الواي لانه سيمتري. هاي سواء اذا انا بدي اخذها 3 دي اذا اخذت هاي اكس اذا اخذت هذا الاتجاه خلينا نكون دقيقين اذا اخذت هذا الاتجاه اكس وهذا الاتجاه لاسفل واي او مش لاسفل عندنا احنا انه ما اخذنا اكس يعني هون يكون واي والاعلى او نخلي الواي الاعلى هاي زد مثلا وعندي هون ايش ايش راح يصير الزد والواي راح يلغوا بعض مش الاثنين بيلغوا بعض يعني كل دايركشن زي ايش زي هاي راح تكون لفوق وهاي راح تكون لتحت تمام احنا بدنا نفرض انه عندي سيمتري 100% اوكي فبالتالي اف اكس بتساوي صفر هذه الحقيقه اذا جبت انت جيت مي ووتر جيت وسلطته على بشكل عمودي على ايش ورقه او مش على ورقه عفوا على جسم واقف هل راح يتحرك لاعلى؟ لا راح يتحرك بجهه الجد او خلفه فبالتالي راح تكون تاثير القوه عليه بهذه الطريقه فمنشان هيك there is no force in y direction due to symmetry okay due to mean symmetry هاي اول كيس واشهر كيس اللي هو جد سترايكينج فيكس نورمال بليت رايت خلينا نشوف النوع الثاني النوع الثاني بكل بساطة just striking fixed incline plate انت جيت في الجت ميلته بزاويه معينه مش نورمال مباشره على فيكست بليد شو راح يصير عندك الان؟ راح يصير اختلاف خلينا نشوف احنا وياكم شو بصير معي بالاختلاف بالضبط اوكي الان قبل شوي كان هذا عمودي مباشرة الآن أصبح مائل بزاوية بدنا نميله بزاوية معينة الآن شو متوقع؟ إنه ما يروح هيك وهيك ما زال متوقع بهي الطريقة طب الآن أنا مشان أحسب القوة والرياكشن على هذا السيستم لازم أعمل إيش؟ كنترول فوليوم عملت كنترول فوليوم هاي واحد هاي اثنين ممكن نسمي هاي ثلاثة تمام طب السرعة اللي بواحد شو مالها جاي على الزاويتين جاي على التو دايركشن جاي على اكس وواي شو لازم نعمل هنا؟ شو بتحبوا نعملها؟ نعمل تحليل اكس واي بالتالي السرعه عند واحد هي مركبتين هي سرعه بحب هاي الطريقه ممكن تكون العكس ممكن جايبها هيك حسب انت احنا بنحكي عن مش الكيس الموجود امامي شو بتكون؟ يو اكس بتساوي يو ان ايش؟ طبعا هو كله ان هون عفوا يو اكس بتساوي يو مضروبه في مين؟ في كوساين الثلاث ثيتا. يو واي بتساوي يو كوساين الثيتا. تمام؟ هي حللتها اذا المداخل المدخل عندي قيمتين او سرعتين باتجاه الاكس وباتجاه الواي. خلينا نشوف المخرج. هل يوجد مخرج بالاكس؟
لا نهائيا، ما دام هو البليد زي هيك ريجيد ما في مخرج بالاكس، فبالتالي يو اوت اكس بتساوي صفر، نهاية يو 2 بتساوي صفر. خلينا نشوف بالواي دايركشن، في عندي بالواي دايركشن، نعم في عندي هون سرعه وفي عندي سرعه، تمام. شو اللي بيصير بالواي دايركشن؟ انه بلغين بعض، اللي فوق بتلغي اللي تحت، انهن متساويات، بلغوا بعض. هالحكي هذا مش 100% دقيق، هذا الحكي مش 100% كوريكت، تمام، ولكن هذا تقريبا اللي بيصير، انه يعني بيكون سمول فراكشن، تغيير بسيط ما بينهم. فبالتالي اذا انت جبت جد مي راح تروح لهذا الاتجاه، على اعتبار انه سيدي وصل ستيدي معناته بطل الطرطش وبطل ايش التغير. فبالتالي انه هنا الاوت اللي هون راح يلغي الاوت اللي هون، تمام. فبالتالي بكل بساطه بتصير معي انه اف اكس بدها تساوي ام دو يو ام عفوا دوت يو اكس اوت ماينس ام دوت يو اكس ان. خلينا نشوف في الاكس اوت في شيء، صفر. الان شو اصبح؟ رو الان يو كوساين ثيتا، كوساين ثيتا، نعم. والثاني شو اصبح؟ نفس واي دايركشن، تمام. ما في اوتلت، ليش؟ في هو اوتلت، في وحده هون وحده هون، لغوا بعض. جزء مش بس وحده هون وحده، يعني احنا اعتبرناه وحده هون وحده هون، لغت هاي وحده، فكل واحده منهم ايش؟ تلغي بعضها، تمام. الان اصبح عندي اف واي بتساوي نيجاتيف رو عفوا 0 ماينس اريا مضروبة في مين؟ في اليو ساين ثيتا. فإذا أصبحت عندي كلما بعد نيجاتيف رو أريا تربيع عفوا A مضروبة في يو سكير كوساين أو ساين ثيتا. أوكي؟ طب لو عملنا تربيع للموضوع، عملنا الماجنتيود، شو الماجنتيود بيساوي؟ ربع الاثنين الماجنتيود بيطلع عندي، ربع لها دول اثنين وحطهم تحت الجذر، شو بصير؟ هذا الماجنتيود بيطلع عندي تشابه المعادلة السابقة ولكن مائل بزاوية. فبالتالي إذا أنا حبيت ما أخذ الترديشنال إكس واي اللي بعرفهم، شو بقدر أحكي؟ أنا بدي أخذ هاي إكس جديدة، هاي X داش، هاي Y داش. فبالتالي بالY داش تنين راح يكون إيش؟ تقريبا متساويين، نفس الفكرة، بتقول مش متساويين، متساويين، أوكي، بلغوا بعض. وبالA فقط مين؟ هاي X داش فقط اللي هي رو AU سكوير مضروب في الأريا، تمام؟ يعني تقريبا نفس الفكرة ونفس الحساب. هذا كمان مرة على افتراض انه it's symmetry، وصار عندي symmetry. نروح على كيس ثالثة اللي هي اهم عندنا في الهندسة الميكانيكية، لان كثير بنستخدمها. Get striking fix inclined unit. هنا أنا بظن أنسى أغيرها. أنا بظن أنسى أغيرها شباب. Get inclined jet. أنا كل سنة بحكي بدي أغيرها.
inclined jet striking fixed blade. اوكي عشان نميزها عن اللي بعدين. ثاني شو بتقول؟ jet striking fixed inclined plate. الان الجت ما بيحرث او يعني جاي هو بزاويه نورمال يعني او عاديه، ولكن شو اللي صار عندي؟ انحرف باستخدام البليت. تمام؟ هذا بالمعنى العام. اذا بدك اكثر شيء توضحها جيب بربيش ميه وحط امامه مين؟ دلو مقعر مثلا. شو راح تشوف؟ الميه راح تدخل هيك وتخرج هيك، هاي اللي راح اللي بعديها. تمام؟ بس هاي لانه اقرب وحده راح تدخل هيك. طب جيب بديش مقعر، جيب لك يعني شو في عندنا شيء يكون زي شكل كيرف. انا اي شيء يكون بشكل هذا كيرف زي هيك وسلط عليه الماء بهذا الاتجاه، شو راح تلاحظ؟ الماء تضلها تابعه وطالعه بهذا الاتجاه. تمام؟ اللي هو زي الكيرف بليتس هذول زي هيك بيجوا كمان. يعني لو حطيت مي هون راح تضل المي متجهه بهذا الاتجاه وماشي عليه. تمام؟ طيب الان اللي بدي يصير عندي هاي سرعه اوت بدي احللها لتو كومبوننت يو اوت اكس يو اوت ان. هي حللتها لتو كومبوننت يو اوت اكس يو اوت ان. طب الانلت وين اتجاهها؟ only in x direction. outlet it has two direction, it has one in y direction and the other in x direction. خلينا احنا نبدا step by step. حاب احلكم اياها بشكل عام عشان او يعني اشرحها بشكل ما بدي اقرا بس. اوكي كمان مره، هاي البليت اللي عندي هي الطريقة. بديش اياها بزاوية 90، ممكن تكون بزاوية 90 بزاوية يعني جاية هيك. هيك هي جاية ولا لا؟ تقريبا اي نعم. وعندي انا البليت هاي طريقتها. جاي بليد زي هذه الطريقة، هاي بنسميها فان. اوكي شو اللي بصير عندي؟ انه الانلت يو ان وهي يو اوت. اوكي بديش ابين لها انها خارجة ب 90، انا يعني بدنا نخرجها بزاوية ثانية. أرجع بزاوية معينة هيك. تمام؟ وهاي المائلة كان بزاوية ثيتا. أوكي. الآن بدي أطبق المعادلات، خلينا نشوف الإكس دايركشن. شو في عندي؟ يو إن إكس بدها تساوي يو واحد أو يو إن هي نفسها. U out X شو بدها تساوي؟ أنا أضطر إلى أن أحلل هذه إلى two components. U X U Y تساوي U out cosine theta. طب شو العلاقة ما بين U N و U out؟ شو رأيكم يا شباب؟ أحمد عبد العزيز شو رأيكم؟ شو العلاقة ما بين U N و U out؟ متساوية. ليش متساوية يا محمد؟ قانون حفظ الطاقة. حفظ مش طاقة، حفظ الماس، هذا كونتينيوتي. إنه ما دام إحنا هذه كمان راح نشوفها بسؤال عل. إنه لازم يكون الديامتر هون بيساوي الديامتر هون. أذروايز مش متساويين. تمام؟ لكن إحنا بالرسم اللي عندنا لا متساويين. هون تكون ذات دي 1 دي ان بتساوي دي اوت. يو ان تساوي يو اوت. جيد؟ فبالتالي هاي بقدر اكتبها ايش؟
تساوي يو ان كوساين ثيتا. خلينا نطبق المعادله. شو بتحكي المعادله؟ سميشن هالفورس اللي بالاكس دايركشن بدها تساوي ام يو ان بالاكس دايركشن اوت ماينس ان بالاكس دايركشن. خلينا نحط الارقام او احط الرموز. ما راح يكون اف اكس بدي يساوي طبعا هاي دوت دوت. شو الام دوت؟ الام دوت واضحه بدها تساوي رو يو اريا اللي هي ان. فبالتالي هون بدها تساوي رو او ام دوت كم اليو اكس اوت هي نفسها يو ان كوساين ثيتا ماينس ام دوت يو ان. خرج يو ان عامل مشترك شو بصير؟ ام بعذرة ام يو ان شو بتصير عندي هون؟ كوساين ثيتا ناقص واحد. تمام؟ هاي الفورس بالاكس دايركشن. متى ممكن الفورس تكون ذا ماكسيموم؟ متى بتكون الفورس ذا ماكسيموم يا شباب؟ دكتور لما بتكون أعلى قيمة لما بتكون 180 صح؟ لأنه سالب مع سالب 100% تكون سالب 1. هذا هو ال 100% كلام 100% سليم. يعني بعضنا كنت متوقع واحد يقول لي لا تكون 90، فكوساين ال 90 صفر. لا وفي عندي أنا 180. كيف بدها تصير 180؟ زي اللي حكيت لكم عنه اللي هو الإكزامبل مثلا بتاع كيرفز بليت بادي لجن عفوا أو دلو أو أي شيء هيك جاي كيرفد. تمام؟ انت لما تضرب المي هون رح تشوف المي لفت ورجعت بهاي الزاوية ومي لفت ورجعت بهاي الزاوية. تمام؟ هذا مثال ليش بيستخدموا الكيرف فان بهذه الطريقة في التوربينات المائية. تمام؟ توقع المهندس لقمان إن شاء الله بشرح لكم عنها في الفصل القادم إذا بتاخذوا تيربو ماشينين. جيد؟ أو رح ناخذها بالفلويد مختبر. أوكي شباب؟ فبالتالي هاي اف اكس. حدا عنده أي استفسار كيف اجت هون؟ هاي بكل بساطة اف اكس. طبعا إذا بدك تعوض وتحكي بتساوي، يعني إذا بدك تعوضها كمان مرة مشان هيك هاي الأشياء ليست للحفظ. ضروري مش للحفظ. ام دوت عفوا بتصير رو رو يو اريا طبعا هنا تربيع في واحد ماينس او العكس كوساين ماينس واحد كوساين ثيتا ناقص واحد. اوكي تمام. اوكي شباب طيب خلينا نشوف الان لا مش الان عفوا الواي. خلينا نشوف بالواي دايركشن. في انلت بالواي دايركشن؟ لا دكتور. يو اوت بالواي دايركشن؟ يو ان ساين ثيتا اللي هو كانت اتجاهها هيك. طيب الان شو بدنا نعمل؟ السميشن فورس، ذا سميشن اوف فورس in y direction بدي يساوي out y minus m dot u out عفوا n y. طيب الان واحد بيقول ما هو في ويت. هذا اذا في ويت بنستخدمه، اذا ما في ويت بنتجاهله. تمام؟ يعني حسب ما بيحكي لك. اذا قال لك تجاهل ما تجاهله. طبعا ويت مين؟ تاع الفان الموجود هون. هاي ويت الفان اللي هيك يعني صار زي هيك تقريبا. اوكي؟ اذا اف واي بدها تساوي ام دوت يو ان ساين ثيتا ماينس صفر، ما في فلوريت بالواي دايركشن انلت. فبالتالي بكل بساطه المعادله بتصير اذا يعني بدنا نستخدم الرموز السابقه رو اريا يو تو عفوا يو ان تربيع ساين ثيتا. اوكي الان
F resultant بتساوي جذر التربيع على F X مع F Y تربيع. أوكي؟ وR ثيتا أو ألفا إذا بدك، لأنه حنتج أنا عندي two reaction. الآن reaction اللي جاي زي هيك، اللي جاي على الواحدة هون وواحدة هون، فرح يجي اثنين ينتج عنهم ألفا معينة، إن شاء الله ما تخربشش مع ثيتا. هاي F resultant رح تكون بهاي الطريقة. هاي الفورس اللي وين؟ على البليد. أما الفورس اللي على الجيت كيف بدها تكون؟ هي بتكون رح تطلع هاي بهذه الطريقة، فورس على الجيت. أوكي؟ رح تطلع واحدة منهم بالواي دايركشن، واحدة بالإكس دايركشن. طبعاً كيف عرفتنا بالإكس دايركشن هاي اتجاهها؟ حسب قيمة تيتا. حتى اوريدي هي أصلاً نيجاتيف بتضل مش على وراء. ليش طيب لفوق؟ لأنها طلعت معي بوزيتيف، طلع هون طلعت معي بوزيتيف، وهذا إشي منطقي، منه بتشوف البربيش بدي حاول يرفع لأعلى، تمام؟ أوكي؟ إذا أنت مسرك البربيش فيه فلوريت عالي، بحاول يدفعك لأعلى. طبعاً حسب الزاوية اللي بتضربها، عفواً أنا نسيت أحكي لكم، حسب الزاوية اللي بدك ترفع تضربها. أوكي؟ إذا ضربته بزاوية هيك، نعم، تحس البربيش رح يرفعك ليش؟ لأعلى. أوكي شباب، فهاي الفكرة اللي موجودة في الانكلايند أو بنسميها كيرف فان أو كيرف جي. تفضل يا محمد إذا بدك تحكي. دكتور بس بدي أسألك سؤال على مش في هاي المادة، السؤال بالمادة اللي قبل. في كان معطينا مثال اكزامبل 2.11، اجيت أحل ما طلعش نفس الرقم اللي تحت، طلع معي إشي 1000 وهي الجواب 600. طيب مش مشكلة، راجعني هاي لحالها، راجعنا لحالها بسيطة. ببعث لك على المسج. مش مشكلة، راجعني لحالها. إن شاء الله. أوكي شباب، فبتطلع عندي X و Y بهذه الطريقة. هاي نوع ثالث. في عندي نوع رابع وأخير اللي هو هذا النوع. قبل ما نجي نحل أسئلة، هذا شو بيطلع شباب الحل تاعه؟ أو شو بيطلع عندي الفلوريت؟ هون رح يكون، خلينا نأخذ هذا يعني نحله هنا. هاي الانلت جاي بهاي الطريقة والاوتلت نازل بهذه الطريقة، شو بتتوقع يكون عندي؟ متوقع يكون عندي UXN بتساوي صفر، UXOUT بتساوي صفر. ليش؟ لأنه كل الداخل والخارج بالواي دايركشن. طب UX UYN شو بتساوي؟ UN UYOUT شو بتساوي؟ حدا بقدر يحكي لي شو بتساوي؟ اليو واي اوت شو بتساوي؟ اذا بدك تعتبرها هون يو اوت على اثنين، هون يو اوت على اثنين، فرح تعتبرها انه ايش؟ هو كلهم مع بعض خارجين في واحد. يو ان هي اليو اوت بتساوي يو ان. تمام؟ كمان مره، على اعتبار انه ما صارش عندي طرطشه، يعني ما بتصيرش مية تطرطش او تروح بطريقه معينه بطريقه عشوائيه، تمام؟ فهذا انه في ستيدي فلو. فمشان هيك لما بوجد المعادله الاكس صفر ما في عليها رياكشن بالاكس، تمام؟ كل الرياكشن راح يكون بالواي. لما اطبق معادله واي راح تكون اف واي بدها تساوي ام يو ان ماينس ام UN. بلغوا بعض، شو رأيكم؟ صحيح الكلام هذا؟ بلغوا بعض، لأنه الان داخل بلغوا بعض. أنت قبل شوي كنت تحكي لي دماغ شو ما بتصير، هلا صار بلغوا بعض. ليه الشباب؟ حدا بيحكي لي شو الخطأ اللي موجود عندي؟ طلع لي اتجاه الـ UN وين؟ upward positive. طب الاتجاه اللي يو ان اليو اوت وين؟ كمان مره انه اليو اوت بتساوي اليو ان، هنا وجدت عندي اتجاهها وينه؟ للاسفل، نيجاتيف. انا هون ناس اشاره نيجاتيف، تمام؟ لانه انا اصلا المي رايحه باتجاه فوق والمي الثاني لازم باتجاه تحت. المفروض 180 كان صفر، يعني كانه في الشبليت عندي انا المي كلها طالع على فوق. اوكي، فدير بالك عليها هاي، تمام؟
هون نيجاتيف ونيجاتيف بتصير نيجاتيف 2 ام دوت يو ان اللي راح تكون نيجاتيف 2 رو يو اريا يو ان عفوا بس دكتور انا ما فهمت كيف بالضبط اعتبرنا هاي اشاره سالبه للداخلي يو ان الداخلي مش الداخلي اعتبرناه مش الداخلي اعتبرناها سالبه الخارجي ليش طلع لي هون على المعادله هون او على الشيء اللي عندك هون كيف اتجاه المية داخله طلع لي كيف اتجاه المية داخله يا مش راضي يمسح هون مستقيمه طالعه لفوق 90 درجه يعني لفوق شو يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف لفوق بوزيتيف بوزيتيف تمام طيب وهي المية الفلوريت اوت العكسها بتكون نيجاتيف نازله لتحت وين رايح نازله تحت لا هاي بعد ترتيب طلعنا وين حطيت وين حطيت النيجاتيف حطيته بجنبه مش حطيته برا مشان ابين لك انه هاي هي النيجاتيف اذا الداخل ما تنساش انه هون كانت هي يو اوت هون يو اوت بس احنا حكينا انه اليو اوت بيساوي اليو ان تمام يعني هذا التيرم هون المعادله الاساسيه شو بكون يو اوت كمان مره حكينا انه التيرم عم بيصير عندك يو اوت بدها تساوي ماينس يو ان هذا الكلام الادق تمام يو اوت بدها تساوي ماينس يو ان جيد تمام دكتور ان شاء الله خلينا نحل لنا سؤال على السريع هيك ارقام بسيطه جدا يعني تطبيق على المعادلة الآن بما أنه أنا جايب لك نفس المثال تقدر تستخدم المعادلات اللي اشتقيناهم قبل شوي تمام؟ نفس المثال بالضبط نفس الرسمة بس هنا حساب أرقام أوكي؟ horizontal jet of a water from a fixed nozzle diameter أوكي؟ هون fix the plate at angle يعني الجت بيعمل اتاكينج للجت للبليت على زاوية 50 زي ما شبه Determine the force exerted on the plate if the velocity of the jet equal 1.5 meter per second تمام خلينا نشوف كيف نحكي بنعمل control volume يعني احنا مناش بدنا نعيد الحل هون بس بدنا نعد على السريع نحكي control volume هاي الان هاي اوت هاي اوت جيد الان summation force بالx direction بتساوي fx بدها تساوي شوفي بالx direction يعني خلينا نحطها بالارقام بلاش هاي 1.6 كوساين 50 هيك بدها تصير 1.6 ساين 50 صحيح هالحكي هذا حسبها صحيح دكتور حللنا فبتصير عندك 1.6 هاي احنا بدنا الاوت احنا اول شيء الاوت خلينا نشوف الاوت احنا نطبق القانون شوفي عندي اوت بالاكس شوفي اوت بالاكس صفر ماينس تمام ون 1.6 ساين اعتبار انه هذا ما يو الاريا كم الديامتر هون ربع زي هيك الديامتر كم بيطلع الماس فلوريت احسبوه على السريع يطلع عندي الماس فلوريت 0.407 كيلو جرام لكل سكند تمام
إذا هون بدي أضربها في البوينت 407. شو بتطلع عندي الـ Fx؟ رح تطلع الفلوريت عفواً الفورس قليل جداً، ولكن يعني هذا مش شرط إنه indication إنه مش مهم. 1.6 cosine 50 theta مضروب في البوينت 407. شو بطلع الفورس عندي؟ 0.417. تأكدوا لي من الفلوريت. إيه تعفون دكتور، أنا طلعت معي 40 مش 47. مش إيه بس أتأكد دقيقة متأكد. طلعت معي 1.43. لا لا شباب، لا لا انا جمعت بدل ما ضربت. الديمتر كم هون شباب؟ الديمتر كم هون؟ كم الديمتر؟ 18 مليمتر، يعني 0.01، يعني سنتي وشوي. 18 مليمتر تقسيم التربيع على يعني 0.01 تربيع تقسيم 4 في باي هاي الاريا مضروب في 1.6 مضروب في 1000 0.07. تمام صحيح الرقم. ليش صحيح شباب؟ لانه الجد اللي هون صغير، يعني كثير كثير صغير. اوكي يعني 18 ملم يعني سنتي ونص، اقل من سنتي ونص، يعني تقريبا اقل من 2 سنتي. اوكي هي طلعنا fx. fy شباب في عندي تنتين. fy هون راح تكون نفس الفكره، 0 minus 1.6 sin 50 في 4.47. تطلع كم هون؟ مفروض دكتور 0.49 0.49 الأولى ولا مين؟ هنا ولا الثاني الحل هون؟ الثاني دكتور الثاني كم عفوا؟ 4.9 0.49 هيك 0 ايوه صحيح نيوتن. اوكي طبعا الافريج فورس معروفه والماجنتيك فورس اللي بتطلع اوكي اللي بتطلع بالضبط 1.6 مضروبه كمان مرة. ليش طلع رقم صغير؟ بسبب وجود الفلوريت قليل جدا. يعني طلع الفلوريت كم طلع عندك؟ 4.4 وشوي كيلوغرام. اوكي؟ يعني 0.4 كيلوغرام، يعني مش شيء. تمام؟ اوكي شباب؟ تمام دكتور الله يعطيك العافية. طيب شباب انتوا كم من واحد هون عندي؟ محمد ومحمد واحمد وابراهيم وعبد العزيز. تمام اذا بتحلوا لي هذا السؤال ابعثوا لي اياه اليوم بس انتم. اوكي شباب تمام دكتور هذا بيعتبر بونص اذا بدكم ان شاء الله. يعطيكم العافيه الله يعافيك.